مدام أسمى شرف الدين خبيرة وأستاذة التجميل والمكياج والعناية بالبشرة باش تحكي لكم على منتوجات أرضية تجميلية وتنصحكم كيفاش تستعملوهم بطريقة صحيحة تخليكم تتمتعوا ببشرة صحية ومزيانة. مع أرضية تتمتع بخيرة الطبيعة وتحافظ على صحتك وجمالك. عسلامة ومرحبا بكم. كما تعرفوا تخلى علينا فصل الشتاء وتعرفوا بلدي اللي دينا متعرضين للبرد، والبرد هذا يأثر سلبا على اليدين متاعنا، ينجم يشهبهم، ينجم يهريهم شوية زي كيف كيف. دونك اليوم باش نحكيو على برودوي باش يغذي ويرتب ويتلهي باليدايات متاعنا. أغبية اليوم وفرت لنا الكريم ما تركيبتها الأغنية بالويل دو دارغون باللالوي فيرا وبالبور دو كاريتي اللي هذوما الكل ريش اون فيتامين او واللي عندهم مهمة في ترطيب البشرة في حمايتها في تغذيتها في ترميمها وفي سورتو البريفونسيون كونتر علامات الشيخوخة. ما تعرفوا ايدينا زادا فون اتخابي سيني دو فييسمون كوتاني اللي متمثل خاصه فك لي تاش برون اللي يجيو على ظهر اليدين نتاعنا. دونك بالكريمه هذيا باش نحميو اليدين نتاعنا. دونك عندنا دو تيكستور، عندنا سوبر هيدراتونت كما تعرفوا اللي بور لي ما شيحه برشا والابيمي، دونك نعملو لهم ننصحوهم بالسوبر هيدراتونت. وبور لي ما نورمال ما عندهمش جست للعنايه وباش نحميو اليدين نتاعنا نستعملو لا كريم ما سوريز. دونك دو تيكستور ديفيرون. كيفاش نستعملوا الكريم ما نتاعنا؟ الكريم ما عندناش وقت باش نستعمل الكريم ما، نهار كامل فستوش معانا نجمو نستعملوا وقت اللي نحسوا يدينا شاحت شويه، دونك ناخذوا اون بوتيت نوازيت ونعديوها على يدينا. احسن وقت باش نستعملوا فيه الكريم ما هو في الليل، دونك في الليل نحطوه حتى اون طونكو ماسك على اليدين نتاعنا، ونجمو نحطوهم حتى في دي غون مره في الجمعه ما يسالش باش اليدين نتاعنا يصبحوا رطب وسوبل وكل القشره لو التشيب يتنحى واليدين نتاعنا يوليو تري دوس اي بيان هيدراتي. هذا هو لاستويس اللي نجمو نزيدو باش نعتنيو باليدين نتاعنا. نجمو ناخذو الويل دارغون نتاعنا أغذية ونحطو له شويه سكر، ونعملو قبل ما نحطو الكريم هيدراتونت نتاعنا نعملو ان بوتي غوماج باش نحيو كل سيلول مورت وكل سيلول المتراكمه وكل التشهيبه باش اليدين تستنفع من الكريم هيدراتونت نتاعنا اللي باش نحطوها بعديك. كيما تلهينا بيدينا ونتلهيو بيدينا باش نتلهيو زاد كيف كيف بساقينا. دونك أغذية اليوم وفرت لنا كيف كيف لا كريم سوبر هيدراتونت بيي اي لا كريم سوريز بيي، هذو مزوز باش نرطبو الساقين شيحه وباش نغذيوهم باش نحميوهم باش نرمو باش نرموهم زاد كيف كيف. اون بريفيان ايغالمون علامات الشيخوخه اللي زاد كيف كيف نجمو نلقاوهم على ظهر الساقين نتاعنا. هذا الكل بفضل تركيبه الاغنيه كما تعرفوا اللي فيها الويل دارغون فيها الالوي فيرا وفيها البور دو كاريتي كي سون ريش الكلهم بالفيتامين او باش تعمل هالاكسيون هذيا الكل على الساقين نتاعنا. كيفية الاستعمال كما تعرفوا دونك ماذا بينا نستعملوهم مره في النهار ومره في الليل بعد الدوش الصباح بيان سور نعملوا اون كريم في الساقين نتاعنا، ونجموا حتى اون ماس لي زونغل حتى الاظفر ينجم يبروفيت مع الكومبوزيسيون تاع الكريم نتاعنا هيدراتونت. وفي الليل زاد كيف كيف قبل ما نرقدوا نعديو الكريم نتاعنا على ساقينا وعلى القدم نتاعنا باش نحميوهم. نجمو نعملو مره في الجمعه ماسك، نجم يكون كوش تكون ايباس على الساقين الكل، ونلبسو دي شوسيت باش لا كومبوزيسيون كلها تدخل والساقين نتاعنا يتغذاو ويرطبوا ويوليو تري تري دو. كيما فما مشاكل الساقين اللي تشيح واللي تشقق، فما زادا كيف كيف مشاكل الساقين اللي تعرق، والعرق هذايا يسبب في الحكاك ويسبب في روائح كريهه. اليوم أغذية وفرت لنا ديودورون بور لي بيي باش يعالج هالمشاكل هذايا. الكومبوزيسيون تاع لي ديودورون بور لي بيي نتاعنا برانسيبالمون سو باز على الالوي فيرا اللي عندها اون اكسيون بوريفيونت اي انتيسيبتيك. وزيد مع هذايا الكل فما دوغري دو بارفوماج اون كونسونتراسيون اون بارفان تاع قوارص باش تنعش وتنحي الروائح الكريهه.
كيفية الاستعمال دونك نأكدوا عليها زي كيف كيف من الأول ماذا بينا قبل ما نعملوا الديودوران بور لي بي نتاعنا نغسلوا ساقينا بالكدا ونشفوهم زي كيف كيف بالكدا وجانسيست باش نشفوا زي بين ساقي بين صوابق سي امبورطون ومن بعد ناخذوا نوتر ديودوران ونرشوه بين صوابعنا وعلى ساقي كامله بل زادا كيف كيف ما نلبسوا لي شوسيت كيف كيف نرشوا لي شوسيت نتاعنا ونرشوا زادا الصابات نتاعنا باش تبدا روائح البنينه والطيبه بوندون توت لا جورني هذا هو اغذيه صحه لينا.